السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: مظاهرات واسعة تطالب بإسقاط النظام في العراق تنطلق من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وفي عنوان ثان: في ظل استمرار المظاهرات في العراق المطالبة برحيل النظام، القوة الحكومية تعتدي على المتظاهرين بالرصاص الحي. وضمن عناويننا كذلك: تزامنا مع مظاهرات بغداد الواسعة ومحافظات أخرى، القوات الحكومية تمنع التظاهر في البصرة وتعتقل متظاهرين. وفي آخر العناوين لدينا: نبقى في المظاهرات، مظاهرات تجوب محافظات جنوب العراق لإسقاط النظام، والمتظاهرون يناشدون العراقيين للنزول إلى الشوارع. أهلا بكم. دعا الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرات كبرى تطالب بحل الحكومة واختيار رئيس وزراء مستقل، والبدء بالكشف العلني لكل العقود المبرمة لبيع وإيجار عقارات الدولة، فضلا عن حل مفوضية الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة من القضاة حصرا لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة. حيث انطلق منذ الصباح آلاف المواطنين وبعضهم قادمون من محافظات ثانية للمشاركة في تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وهتف المتظاهرون: الشعب يريد إسقاط النظام. بهذا الشعار انطلق اليوم المتظاهرون في ساحة التحرير في بغداد وبعض المدن العراقية هاتفين ضد الحكومة وضد الأحزاب الحاكمة. فلنشاهد. متظاهرو ساحة التحرير في العاصمة بغداد أجبروا عجلات مكافحة الشغب على الانسحاب من مكان التظاهرات. فلنشاهد. وصل متظاهرون من باقي المحافظات العراقية إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد وانضموا إلى التظاهرات ونشدوا: من لم يخرج إلى الخروج والمشاركة في هذه التظاهرات للخلاص من الحكومة الفاسدة الجاثمة على صدور العراقيين كما وصفوها. فلنشاهد. ما يطلع يظهر، ما يطلع يظهر، ما يطلع يظهر، ما يطلع يظهر.
تلوق عليه ما يطلع يظهر. المتظاهرون كذلك طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين من السجون الحكومية، فلنستمع. أتينا على ساحة التحرير نطالب بإطلاق سراح أخواننا المعتقلين والمظلومين والمبدعين في السجون الظلمات، نطالب بهم إطلاق سراحهم فورا، ولن أخواننا لا مرة ثانية ستعاد هاي، وإن لم يطلقوا سراحهم من هذا السجون فستكون مظاهرة بعد أوسع وأوسع وأوسع، فنطالب الحكومة العراقية بإطلاق سراحهم فورا، ونطالب الحكومة والبرلمان بإطلاق سراح المعتقلين من هذه السجون الأبرياء، من سجون الظلم والفاسدين، ونطالبهم فورا فورا فورا، وإذا مطلوا ستكون الوضع أشد وأكثر. والسلام. أحسن. نبقى في إطار التظاهرات ونتابع. القوات الحكومية قامت بعمل طوق أمني كبير وأحاطت المتظاهرين به ومنعتهم من عبور جسر الجمهورية، واستهدفت المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع في العاصمة بغداد، فنشاهد. نبقى مع القمع الحكومي الذي تتعامل به القوات الحكومية مع المتظاهرين في العراق، حيث قامت القوات الحكومية بتفرقة المتظاهرين في ساحة التحرير بإطلاق القنابل الصوتية والرصاص الحي واستخدام القنابل المسيلة للدموع والخراطيم المياه الحارة بعد رفض المتظاهرين الانسحاب وإنهاء تظاهراتهم، فنشاهد. ورغم القمع وصوت الرصاص وقنابل الدخان، استمر المتظاهرون بالاقتراب من جسر الجمهورية محاولين عبوره إلى المنطقة الخضراء، حيث أدى شباب صلاتهم أمام قوات مكافحة الشغب، فلنشاهد. المتظاهرون يصلون إلى نصف جسر الجمهورية رغم القمع الحكومي لهم، وهم مصرون على الوصول إلى المنطقة الخضراء، فلنشاهد.
كما سيظهر في المقطع التالي، أصيب عدد من المتظاهرين برصاص القوات الحكومية، والتي تشير آخر المعلومات عن سقوط 3 قتلى وأكثر من 60 جريحا من المتظاهرين السلميين برصاص القوات الحكومية. فلنشاهد. المتظاهرون حاولوا إسعاف أحد المصابين، ولكن منعت القوات الحكومية سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان التظاهرات أو إلى المصابين لأخذهم. فلنشاهد. ضربي طلقة. نبقى مع تظاهرات العراق القائمة. القوات الحكومية كذلك منعت ناشطين من إقامة مظاهرات في محافظة البصرة، واعتقلت 15 شخصا منهم. فنشاهد. تظاهر مئات المواطنين أمام مبنى محافظة ميسان احتجاجا على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وكان الشعار المرفوع الشعب يريد إسقاط النظام، حيث قامت القوات الحكومية بعمل طوق أمني شديد حول المتظاهرين. فلنشاهد. بالتزامن مع المظاهرات الشعبية التي تنظم في عدد من المحافظات العراقية، خرج أهالي محافظة وسط بمظاهرة أمام مجلس المحافظة بمدينة الكوت احتجاجا على الفساد وتردي الخدمات. وعسى
مظاهرات محافظة وسط توسعت لتجوب شوارع مدينة الكوت منددة بفساد الأحزاب ومطالبة بإسقاط نظام الأحزاب الحاكمة. فلنشاهد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في ظل ما يشهده العراق الآن من تظاهرات وغضب شعبي وانتفاضة ضد السلطة الحاكمة ومطالبات بإزالة هذا النظام وإسقاطه، وبسبب توجيه أصابع الاتهام الدائمة من قبل العراقيين إلى إيران لأنها سبب فيما يحدث، هناك فئة في العراق تدافع عن إيران وتطبل لها كما توصف محليا، لكن إيران في المقابل تهين المواطن العراقي، تعتدي على المواطن العراقي، تعتدي على المسؤول العراقي. حتى الدبلوماسي صاحب الحصانة هو بلا حصانة في إيران، لأنه قابل لأن يعتدى عليه من قبل أدنى موظف أمن موجود في إيران. قامت السلطات الإيرانية باعتقال دبلوماسيين عراقيين وضربهما وأودعتهما الحبس رغم امتلاكهما حصانة دبلوماسية. تم الإفراج عنهما في اليوم الثاني، لكن دعونا نشاهد هذه الصورة، الورقة السرية التي خرجت من وزارة الخارجية العراقية. السيد مدير مكتب الوزير: سري وشخصي وعاجل. يقول بتاريخ 28/9/2019 قامت الجهات الأمنية الإيرانية برصد 2 من الموظفين المفادين من مركز الوزارة إلى بعثتنا لغرض الزيارة الأربعينية، حيث تم الاعتداء عليهما بالضرب. نود أن نشاهد الصورة لو سمحتم لقراءتها سريعا، حيث تم الاعتداء عليهما بالضرب واعتقالهما في الشارع، وعند إبلاغنا بالحادث تم الاتصال بالجهات الإيرانية وإبلاغهم أن هؤلاء موظفي خدمة خارجية وأنهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وبالرغم من ذلك فإن السلطات قامت باحتجازهم وأودعتهم بالحبس إلى اليوم التالي وتحويل أوراقهم إلى القضاء، حيث طالبت المحكمة بدفع كفالة لغرض إخراجهم من السجن. وبعد إجراء اتصالات مع الجهات المعنية تم الإفراج عنهم دون دفع كفالة وحسب الاتفاقيات والأعراف الدولية. أين هذه الأعراف الدولية بعد أن تم الاعتداء على هذين الدبلوماسيين بهذه الطريقة وأدعا بالحبس وخرجا بكفالة؟ لو كانت هناك أعراف لما اعتدت إيران على دبلوماسي عراقي. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. في أول تعليق لدينا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أحمد يقول: إيه لو صدق بينا حظ أسد السفارة هناك واقطع العلاقات وياهم لأن ما احترموا الحصانة والأعراف الدولية. في تعليق آخر أبو العز يقول: شنو يعني غريبة الشغلة؟ لا سيادة عندنا ولا أكو حكومة تحمي نفسها، مو عاد مواطنيها. في إشارة إلى ما يحدث الآن في العراق، عمار يقول: خلي يشوف عاد العدس وربعة وين وصل بهم الحال. طبعا قضية العدس هي في إشارة إلى نصف كيلو عدس التي وزعها عادل عبد المهدي إلى كل مواطن عراقي يعيش تحت خط الفقر. عبد القادر بن خليفة يقول: والله ملينا، عوف الحكم هسه صار 17 سنة ما دبرتوها، والله القيادة تريد أهلها. في تعليق آخر نعمة تقول، أو نعمة تقول، نعمة يبدو في الصورة رجل حسب ما أشاهد، يقول: إيه هم قبل شهر ونص ضربوا مرأة ولا شهر وبهتز،
هسه تريدون الشوارع بتهتز على هاي السالفة. طيب وفي تعليق آخر لدينا سرمد يقول كلش عادي لأن يعرفون ماكو أي ردة فعل وما حد يحكي ويا ما حد يحكي وإذا حكوا بس مجرد تصريحات إعلامية وكل شيء ينتهي حالها حال قبلها. إيران مسيطرة على العراق هكذا يرى العراقيون، مسيطرة على السياسة، مسيطرة على الاقتصاد، مسيطرة على الوضع الأمني في العراق. ما يحدث من اعتداءات متكررة ومتتالية إن كانت بتصريحات أو إن كانت اعتداءات جسدية أو لفظية على أي مواطن عراقي أو أي شخص عراقي ذاهب لإيران أو حتى من إيراني في العراق تغض الحكومة نظرها، أو إن خرجت بتصريح أو تبرير فهو يكون خجول للغاية لأنها ليست صاحبة قوة لترد على إيران. وكم من مرة خرج مسؤولون إيرانيون ليصنفوا بغداد كأنها جزء من إمبراطوريتهم الفارسية وأنها تتبع لهم وأن العراق حديقة خلفية لإيران وأنه عمق استراتيجي لإيران. بماذا ردت حكومات الاحتلال؟ هذا هو السؤال. هل ما شاهدتموه الآن من تعليقات وستشاهدونه أيضا إن تابعتم هذا الموضوع ألا يدل أن العراق خال من السيادة بلا سيادة؟ ألا يدل أن النظام الحاكم الآن هو نظام فاسد كما يصفه العراقيون؟ فلماذا إذن الاستغراب من خروج مظاهرات؟ وكذلك السؤال يوجه لماذا لا يوجد دعم أقوى لهذه المظاهرات لأنها تطالب بإسقاط النظام؟ نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الآن يبدأ العام الدراسي الجديد في العراق في ظل حاجة العراق إلى الكثير من المدارس والمؤسسات التعليمية، في ظل امتلاك العراق لعشرات آلاف المدارس الطينية، في ظل فقدان الطلبة لأجزاء كثيرة من دراستهم نظرا لكثرة الإجازات وكثرة العطل الرسمية وغير الرسمية، وبالإضافة إلى ذلك المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم العراقي. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الموضوع. عثمان يقول اليوم توجه أكثر من 10 ملايين طالب في العراق إلى مقاعد الدراسة بلا وزير تربية بسبب المحاصصة الطائفية وبلا بنى تحتية وبمدارس متهالكة يصل عدد الطلاب بالصف الواحد 50 طالبا. في تغريدة أخرى عادل يقول لا تهاني لبداية عام دراسي هو الأسوأ في العراق، فكل مدرسة فيها أكثر من دوام ثنائي وثلاثي ورباعي وساعات الدوام هي 2.5 ساعة. في تغريدة أخرى أمجد يقول عام دراسي جديد يبدأ في العراق ولا وزير للتربية ومدارس متهالكة ونقص في المعلمين والمناهج. وفي آخر التغريدات لدينا إحسان يقول لعل من أبرز التحديات للعام الدراسي الجديد هو الاحتياج إلى أبنية مدرسية جديدة في ظل النقص الكبير في عدد المدارس بالعراق. ما الذي وفرته حكومات الاحتلال للقطاع التعليمي العراقي؟ ما الذي توفر للطالب العراقي؟ نرى الآن مستويات التعليم في العراق هي بانخفاض كبير. العراق لم يدخل أصلا تصنيفات جودة التعليم التي تصنف عالميا لكثير من الدول في العالم، لم يدخل أصلا إلى هذه التصنيفات ليصنف أنه سيء أو جيد، هو خارج تصنيف جودة التعليم. إذن ماذا بقي في قطاع التعليم؟ الآن يستقبل 10 ملايين طالب عراقي سنتهم الجديدة وهم في هذه الحالة في هذا البلد المتهالك بكل كافة أو بكافة قطاعاته ومجالاته. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.